خطيب؟ نعم معلم بطرس. وين كنت؟ كنت جاي بلغ حضرتك انه ترويقه صارت جاهزه. نزل مولانا المير من اوضته؟ سعادته بعده نايم. ايه صحيح، تاخر امبارح بالسهرة، ما قدر ينام قبل ما الخيالة تلقي القبض على كل الاشقية وقطعين طرق. يطول عمر جناب المعلم، ليش كانوا قاطعين شي طريق بهاليومين؟ قولت امبارح بلغونا عن شقي كان مخبى على طريق زحلي. شلح هون رجال مسكين 10 دهبيات حق حملين قمح كان بيعهم بجرود حمينة. فسعادة المير زعل كتير وبعت الخيال حنا ابو شربين وراه حتى يلقي القبض عليه. يلقي القبض على المشلح ولا المتشلح سيدنا؟ المشلح. المشلح يا غشيم. امرك سيدنا. لك؟ نعم. الخيال نمر ابو راشد رجع ولا بعد؟ ما شفته بعد. من يومين راح يسلم من المأمور من شناي شاب ولحد هلا بعد ما وصل. هلا بيكون واصل. نمر ابو راشد النمر قدامه بينزل ومن شواربه بينتل. طيب روح شوف شغله. ما بدك تتروق؟ لا، فكري مشغول على نمر، تأخر. مثل ما بتريد جناب المعلم. صبحك مبارك جناب معلمنا بطرس. الله يديمك ويبقى المير فوق راسنا. اليوم دوريك؟ ايه، اليوم دوري بنقل المي للقصر. انا وهيفا بنت خوريه ورفقه بنت شعيه وسقفه بنت بوعوسج. وجاي لهون رأسا من النبع؟ ايه، ما تواخذنيش اذا تاخرت جنب معلمنا. كان عندنا ديك وعينا عطاك عمره، تقلنا على الفدين، طلع بليد اكثر منا او بيعيش على العيده. ما تاخذنيش جنب معلمنا بطرس. لكي انت وجاي على الطريق، شفتي شي خيالي؟ ايه، شفت عن طلت الشلوط خيال من هالخيال اللي راكب على فرس احمر وقدامه احمر اعرج راكب برجال شوارب قصار ومخصبين مفرخين بسنه محل. سالت بنت خالتي امه وعمين هالرجال، قالت لي هيدا كبنت خالتي ساوسن مش رجال. مش رجال؟ ايه، الرجال بيطلع له شوارب طوال بجوانح مثل عصفور ببلاي وبيحلق دقنه كل اخر جمع. ايه، هيدا معلمنا مش رجال. لكن شو؟ اخوات؟ ايه، هيدا بيقولوا له اخوة شناي. انا وجاي شفت الصبايا والولاد مجمعين على الطواريق وعلى التراسين ناطرين قدومه تيتفرجوا عليه. انا تفرجت عليه تا اشبع قبل كل الناس. لكن رجع الخيال نمر براشد بالسلامة. الله يرجع كل بعيد بالسلامة سيدنا ويوفقك ويبقى المير فوق راسنا. تخلي في خيلتي وجاي نصابي. ايه، والله يوفقك ويكبر راسك بالعلم والمفهومية سيدنا. يلا روحي شوف شغلي. شوف شغلي كلا سيدنا. حاضر سيدنا. حاضر سيدنا. وصل نمر، تفوت بلغ سعادة المير. لك تبلغ المير، تبلغ عجم. شو عم تعمل؟ وشو دخلك؟ انا شو دخلني؟ انا يا مهاوش؟ ايه انت. شو الشبوط اللي حملها؟ هيدا مش شبوط، هي رمح. رمح؟ ايه، وامبارح شفتك عم تفرد زيتون فيها. مش مزبوط، ضبط كلامك. هيدا رمح وهيدك الشافه مسنونه واللي مش عارف يعرف. شو انت صرت خيال؟ معلوم. ما بيصير. بيصير. امبارح شفتك عم ترعى العنزات بجل العلاق. انا شفتك. ولك اروح انت، شو بعرفك؟ هلا انت فيك تصير خيال؟ نسيت لما خفت من الواوي بالكرمات، ونسيت لما خفت من زنار شروالك حسبته حيي. ولك وحياة عينك، وحياة عينك. امبارح، لا حتى ما كنش كذاب، قولت امبارح التقيت بدرغام بطقة وتنحنحت بوجهه، عرف انه انا اللي ماشي على الطريق، ما عادوش اجرائي يحملوه واختفى مثل الواوي. درغام قطع الطرق قتيل القتلاء؟ معلوم. امبارح شلحت شليحة على طريق نبع الصفا، ما قدروا حضيوا فيه خيال المير. ولا شو فكرك بده يعين المير خيال بخدمته؟ لك انت شو عندك سوابق تعينك المير خيال بخدمته؟ انا؟ ايه؟ لك انا؟ ولك مين كان يسترجي يقرب لديك عمار المشحم ويلقطه برعبته ويذبحه غيري انا؟ ومين اللي ضرب حية البركيل ضربة حجر واحد بس على راسه، برمت 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 بالحيط وفاتت وهربت؟ ما صبتها. خافت مني، هربت اوام. صحيح. معلوم. ومين اللي كمش حسن اسكندرية وخبر عنه وسرقله وسلمه لخيالة جناب المير غيري انا؟ هذا انت؟ معلوم. تعالك خبرني شو عاد صار بحسن، واجه جناب المير من كلبد؟ يا
مسكين يا حسن، شو قولك بدهم يقطعوا له راسه؟ من كل بد؟ خبرني خبرني. ولك شو بدي خبرك، شو بدي خبرك؟ أول ما وصل حسن على بت الدين زقر في جناب المير زقرة أسد وتطلع باللي حوالي وسأل مين هالسبع هاي اللي لقط هالشب؟ قالوا له هيدا نجم بوجاهلية. التفت جناب المير بالشاعر بطرس كرامي وقال كرامة نجم بوجاهلية تخلي دم حسن ابن اسكندرية يمشي بالساقية بالشتوية. شو هالسالفة؟ وحياة عيونك وحياة عيونك. والتفت في جناب المير وسألني بترضى يا نجم تكون من خيالتي؟ بتعرف أنا وافقت أوام ودقت لك موسيقى العود والعرنايز ودار الغنانة والرقص وارتجل بطرس كرامي قصيدي لرجوليتي. كل هالشي صار؟ معلوم. وبكرة بتشوف، بكرة راجع عبد الدين. اوعى تروح قبل ما تطلع الشمس، سمعت انه درغام بده يربط الطريق الليلي، بصير بده يشلحك. قول ان شاء الله نلتقي بس لحتى يفرجيك شو راح يصير فيه. وانت بتعرفه؟ معلوم بعرفه. ايه دهلك ما خبرتني شو عاد صار بحسن الاخوه. عطاك عمره، عطاك عمره. عمري جناب المعلم بطرس، وعاد فكر انه وجهي اسود من الكذب ووجهي اسود من الشمس. شايف الوجه كانه مزروع شوك؟ اعتبره شقفي من ارض الوطن يا عمري. استلمته امبارح عشيه معلمنا. ليش تاخرت؟ جناب مولانا المير انشغل فكره عليك. الحمار اللي استعرناه حتى ركبناه عليه مشيته ما بيبيض الوجه. لازم يكون حمار ابضاي مثل الناس. شو حمار ومثل الناس؟ صحيح، ما في حمير مثل الناس، في ناس مثل الحمير. غلط يا عمي. كيف غلط؟ قل لي غلط. انت اللي بيسموك اخوت؟ والنعم منك والنعم منك. شوف الثوب اللي بتفصله انا مستعد البسه. عندك اخوي؟ امي وبعيي حددوا الناس العبكير بدك تقول. عارف شو تهمتك؟ يا ريت. انا هون جاي لهون ومنك عارف ليش؟ شوف نعم انا جاي مسارقل بس جاي بشرف. كيف؟ شوف جاي لا سيري ولا قاتل ولا شبعان وضميري مرتاح وجيعان وصار لي يومين ما اكلتش. ما ها يومين. شوف فتشوني اذا مش مصدقين. فتشوني. من زمان بيقولوا انك بتحكي بحق نظام الميري وبحق القوانين وبحق كل شيء. سيدنا بحكي من شان التحسين، يعني مثل ما بعت بامي ما فيها شيء. تحسين القوانين؟ انت سيدة الشعر والنظام والتحسين جناب المعلم بطرس. من زمان حسنا القوانين وحسنا تنفيذ المشاريع وحسنا مشاريع الزراعة وحسنا كل شيء. كل شيء الإنسان قدر يحسنه بس ما قدرش يحسن نفسه. سيدنا شو قصدك؟ قصدي وين انت حسنت؟ والمشاريع تحسنت والكيف تحسن وأدوية المرضى تحسنت وبعده بني آدم بيسرق بني آدم وبعده بني آدم بيقتل بني آدم والحروب بعد ده ماشي والإنسان آدم يعني يشوف بعده بني آدم بيقضي على بني آدم وبيأكل حقوق بني آدم. بني آدم تحسن بعده بيزرع البعض وبيحصد الطمع. سيدنا وخير الكلام ما قل ودل. هيئتك فيلسوف أكتر منك أخو. أنا أخوة بترجيك يعني اسمح لي فيه. يمكن كنت أخوة. شوف كنت أخوة بدك تقول أخوة كبير بس من بعد يعني ما ضعفت وخف وزني صرت أخوة صغير. سعادة المير طالب مواجهتك، عندك استعداد تدافع عن نفسك؟ أنا إلي أمل بيعادله ورحمته. إلي أمل. استعد لك. بس يا عمي ليش ما قلت ليش حتى غير شرويلي قبل ما أجي؟ ليش ما قلت ليش يعني ولا لا. نعم في خليك معه تفوت بلغ سعادة المير. يا رب يا رب يا رب رحمتك يا رب داخلك يا رب داخلك داخلك.
بعرف منيح. خيالنا نمر باشا. نعم. بعدك بطل بأمل ما حدا لي؟ لا اتجوزت. يعني صرت بطل بأمل الولاد. ما تحكي أنا هون حارسك. وضرورة تحرسني؟ ما أنا بتعطير حرسني. ليش عم تجوف؟ خيالنا نمر باشا. نعم. أولك المير شو بده يعمل فيي؟ ما بعرف. شوف إذا صار ما صار بدي أعزمك عجنازتي. عجبتني شو بتقدر تقولي؟ لا يعني ما عجبتني. عجبتني في رفق الطريق بيني وبينك وعشري. وقف منيح. خيالنا نمر باشا. قطيعة. لايك اذا امرك المير تقطع راسي توصى. شوف نحن اصحاب يعني. خلي يكون السيف جديد. ايه انتبهي انتبهي. خيالنا نمر باشا تبقى تسلم لي على أم اسكندريه وإلا حسن بيسلم عليك وبيبص ايديك واغفري له اذا كان سبب لك عذاب لانه الواحد ما بيعرفش قيمه امه الا من بعد ما يبعد عنها. لك خيالنا نمر باشا انا بعدين كيفك لما بنلتقى؟ وين بدنا نلتقى؟ شوف انا بعدني طاهر وانت خيال. انا طريقة لوح وانت طريقك نزول. باطل باطل دني مغشوشي مثل زيتات بوهندر. حسن سعادة المير بانتظارك. صلي لي صلي لي سعادة المير بانتظارك. يلا ماشي. صلي لي. سعادة المير بانتظاري. صحيح؟ إذا مش مصدق طلع على مطل وشوفني كيفني رايح عبد الدين. الحقيقة شي مثل الكذب. بتوصي شي؟ يا عمي هلأ حضرتك بدك تصير خيال؟ معلوم؟ وبدك تركب على فرس انطهمة وتصير تتغندر وتشوف حالك علينا ونحن ندعي عليك بقلوبنا وانت دعي علينا وجاهياً؟ معلوم. انتبه درغام عشية هجم عبيد مرجان بوفتيل وشلحوا كل مصرياته. كانوا حاربين البقرة جديد. شرب الحليبات عتنها وراح. قطيعة هلا وصلت من وصيل درغام على الضيعة؟ ما بتكفي الطرقة؟ ايه وكل الضيعة خايفة منه. ليش ما بيخبروا للمير؟ كان وحياة عينك بينكم شو بطرفة عين. لك مين بيسترجي يتشكل المير؟ درغام رجال عظمه أزرق وعايش بالمغاير. ما حدا بيقدر يوصله. بس قول الله يواجهني فيه لحتى فرجيك شو بصير. تعيش فقروسنا وتحمينا سعادة المير. انت حسن شناي؟ كل سنة انت طيب. انا حسن شناي وجاي عايدك. جاي تعيدني؟ ليش اليوم عيد شو؟ عيد فرحتي بملقك. طول عمره بواب قلبي مفتوحة عم حبتك. وابواب بيتك مسكرة بوجه خيالتي. بواب القلوب صيدنا ما بتفتح غير من جوا. بواب القلوب ما بتفتح غير من جوا. طول عمرك. جواباتك ذكية. لكن وصلتني إخبارية من خيال ومأمور من ضيعتك بيقولوا إنك أخوت. لو ما كون من ضيعة فيها الخيال والمأمور كنت بقلك إني أخوت صيد. شو بتقصد؟ تطول عمرك. حضرتهم حاملين سيفك وأنا حامل محبتك. إذا كان السيف أقوى من المحبة بكون أنا أخوت. كلامك في حكمة. يمكن أنا شايفك من قبل عند سنديان تكفر نبرخ. وبست إيدك شي؟ ما بذكر. لكن مش أنا. انت متهم يا حسن بانك رفضت تدفع الميري. وما دفعت؟ دفعت لكن حكيت. والحكي علي ميري كمان سعادة المير؟ لا لكن ليش تحكي؟
الله ينصرك، الله ينصرك. انت مصير الحق ونحن مع الحق، والميري حق، لانه الميري من الشعب والى الشعب تعود. بس خدامك خفيوا عنك الحق وعملوا من الشعب الصغير الى الشعب الكبير تعود. هذا ظلم، ابدا ما برضى. عزين الوحيد انه حضرتك ما بترضى. وانت متهم يا حسن بانتقادك الغالي. طول عمرك، الغالي صار مثل شجرة الزيتون اللي قدام بيتنا. اذا رضيت تعطي مناكل، اذا ما رضيت تعطي ما مناكل. كيف يعني؟ يعني صاروا المحتكرين 4-5 اللي محتكرين الغالي. اذا رضيوا راخصوا منشتري، واذا ما رضيوا راخصوا لا منشتري ولا مناكل. وانت متهم بانتقادك المعاملات بالدواوين والرشوة. يا رايت بحدد جناب المير سعر الرشوة. ما بصير تبقى سعرها هيك يعني حسب العرض والطلب. لا في رشوة. طول عمر سعادتك مش شايف القصور قديش عم تعلي؟ وانت متهم كمان بحكيك عن الزراعة وعن الهجرة وعن المشاريع وعن التوظيف، صحيح هالكلام؟ بشكرك من القلب سعادة المير اللي فتحت صدرك وسمعت رأي رجال درويش مثلي له موظف وله مأمور وله كاتب. أنا بهمني رأي الشعب. قول، صحيح إنك حكيت؟ الزراعة مولانا صارت مثل حكاية بريق الزيت، كل سنة بتبور المواسم عن سنة، والشباب ما بتلاقي شغل بتهاجر عبر الشام، عقبروس، عبلاد الأجانب، والمشاريع بيمضى عليها سنين، والرجال بتكبر وبتتجوز وبيجي أولاد وبيتجوز الأولاد، دور ورا دور ورا دور، وبعد المشاريع عم تندرس، والدرس بجر الدرس، وبلاد الدنيا بتتقدم على الدرس، وبلادنا بجر الدرس لورا، وخير الكلام ما قال ودل. يا حسن أنا خايف منك، طالب عفوك سيدنا. عليك الأمان. الله يديم عزك وينصر دولتك. أنا بهمني دايما اسمع رأي الشعب. أنا من الشعب وللشعب. لكن ظروف البلاد قاسية، بطلب من الله يعطيني القوة والحكمة ومحبة الشعب حتى نتغلب على الظلم والمشاكل ونبني بلاد جديدة قوتها المحبة وعدالتها الحق. قلبك كبير جناب المير، قلبك واسع على الشعب وقلبك واسع علينا. عفيت عنك يا حسن لأنه صراحتك فيها حكمة وكلامك كله طرافي. بتسمح لي بوس ايدك وارجع لعند امي؟ انت مجوز يا حسن؟ بعد امي مجوزة. وشو بتشتغل؟ عاطل عن العمل وناطر المشاريع اللي تحت الدرس سيدني. ومنين بتاكل؟ من تمي. الانسان اللي عايش بياكل سعادة المير. معك حق يا اديب. اديب امرك مولانا المير. خصص اوضه لحسن وكلف امين المخزن يعطي ربطتته. حاضر مولانا المير. الله يديم عزك سعادة المير، يعني رح ابقى هوني انا بالقصر تحت خدمتك؟ الله يخليك ويديمك يا خالي.
خليني ابقى هون بالقصر تحت خدمة سعادة المير. ولاش انت فيك تعمل خيال؟ معلوم، اسأل امي. يمكن مولانا المير ما يرضى. امي بتسلم عليك وبتقلك حتى تسعيلي بهالوظيفة. سلم لي على امك، وإلا خيك بطرس حيحاول يصعب الموضوع مع سعادة المير. صرت رايح وجاي كتير. بالأول لازم نطلب إذن من سعادة المير. وبعد ما طلبت إذن؟ بدون وظيفة خيال؟ وشو بتريدني أعمل لك؟ كل الناس ناطرة تشوفني راجع عم حامل بإيدي رمح، وعلى خصر اليمين كشافة، وعلى خصر الشمال غدارة. وانت بتعرف تحمي الرمح؟ معلوم. وبتعرف تقويس؟ شو لك؟ وبتعرف تركب فرس وتعربش على جرود العالية؟ من كلبت؟ إذا طلبك المير طيفحصك، مستعد؟ معلوم مستعد. المير هلأ مشغول. مع مين مشغول؟ مع حسن أخو تشاناي؟ نعم. وبعد ما أمر بقطع راسه؟ لا ما بصير. هلأ رجع عالضيعة وسلم لي على أمك، وبعدين بترجع لعندي وبكون حكيت مع سعادة المير بالموضوع. وما بيسوى نام هون الليلة؟ لا بتعرف، لأنه صارت الدنيا ليل. ناوي تعمل خيال وبتخاف؟ لا، لكن هذا درغام رجع يقطع الطريق وشلح. درغام؟ ايه. وبتعرف يا خيالي انت، يعني ما بيسواش اقتله، لاني بعد ما صرتش خيال. مين خبرك انه درغام رجع يقطع الطريق ويشلح؟ مهاوش. مهاوش؟ ايه مهاوش، صاحب الطحونه. درغام الشقي رجع يشلح؟ ولو يا درغام بدك تشلحني. وين مصرياتك وبلك تتحكي؟ ما معي مصاري. بدك تقول وين مصرياتك او تطلع روحك؟ ها عبي على رجال فقير معتر وعندي عائله. وين مصرياتك؟ مصاري. قول وين مصرياتك. ما معي. قول بسرعة قبل ما يوصل حد. يا معلم درغام، ولا كلمة. عشرين ذهبي تحويشة العمر بس لعشر سنين بصمت فيهم. كنت ناوي اشتري تقومي لولادي واسقف البيت. اذا طالع عليه لك تطلع روحك، احكي كلمة بعد. تحت امرك. لمين لمحيت؟ هودي بيعهم البدبوغ بالي. وين حقهم؟ بعد ما دفعوا لي. وأنت بده يدفعوا لك؟ بس اطحنهم واخلص. ما في أمانة؟ ما في حياة؟ أنا شو خصني؟ كيف شو خصك؟ أمر المير تعطوني ربط الدخان، بتعطوني إياها مليان رطوبة ما بتولع، وبتعطوا غيري ربطة ما فيهاش رطوبة بتولع. شهيدة ولا مستخفين في لأني أخوات؟ أنا ما دخلت. شو وصل الغش لهون على القصر؟ ما بيكفي إنه برا كل شيء غالي مقطوع؟ اسأل اللي أكبر مني. بس اسكت، بكرة بتشوف جهنم قديش بده يصير فيها ازدحام. وليش حتى عم تعيط علي؟ بس خليك أديب. ها سكوت وخليك أديب. عم بقول لك ولا تتحرك ولا تبضم بازمي، فاهم ولا مش فاهم؟ أنا أديب. أنت أديب؟ من وين لوين أديب؟ اسمي أديب. وعمر الأديب إيه؟ كل شيء صار مغشوش حتى الأسامي. هلا بتشوف. لك هلا أنتوا بتشوفوا وفرجلتوا الكيف. أنتوا بتشوفوا. صار جوا يا عالم وغشوني. أقولكم شو عم بيصير بهالجماعة اللي برا. ناجم ابن جهلي هاركم
حسي جاي لهون على القصر. طلعت اشاعه انك مت صحيحه؟ وطلعت اشاعه انك خلقت بالغلط صحيحه؟ مغربين ما تصدقهم. وشو جاي تعمل لهون؟ جاي اقابل خيل الشاعر بطرس كرامه وتعين خيال. حش تحكي مني؟ حش تحكي؟ بدي تعين معلوم جدي. وكيف لك؟ إلن حق يكتروا الاش كيف؟ ايه مادام بالواسطه بيلقطوا الشقة من ها بفلتوا من ها وبالواسطه كمان بعينوا خيالك كيف؟ ايه معن حق يكتروا معن حق ما زال في صار خيالي مثل امثالك معن حق يكتروا. ضبط كلامك ها؟ انت عارف مع مين عم تحكي؟ ولك عارف لاني عارف. اضرب سلام ما بشهدش زور. أنا خيال ونص وإنك ما إن كنت مش عارف عروف وعند حصان أبرش بس صفر له بيرجل عندي. يا سلام أتير بيفهم ها؟ معلوم أنا معلم وبس صفر له يحضر لعندي. وكيف مراضي إنه يرافقك داخلك؟ لأني أنا معلمه. أجلك أنا عندي حمار كل ما جاع بصوفر لحاله. مش معقولة. شو مفكر حالك وحدك اللي بتفهم؟ ايه انا زكي وانت اخوي. والله والله هاي ساعه وصلت قبل شوي كخيلي. بشرك انه مولانا المير اقتنع من كلامي وسمع بسيره بطولاتك ومهارتك بلعب السيف والترس وقرر ابتداء من اليوم تعيينك خيال بخدمته. يا رب يا رب السما كمان مثل الارض. يا رب شو عم تقول يا حسن؟ يعني خلص حضرته وراح يصير خيال. ايه نعم. ايه مبروك. بتسلم عليك امي وبعتت لك هالفخطة الدجاج امبارح ذبحنا الديك. الله يخليك لامك. سعادة المير مستاق منك كتير يا حسن وطالب مواجهتك حالا. مستاق مني؟ ايه نعم. ليش شو عملت؟ بسرعة ناطرك قاتل عمود. اقولكم شو صار؟ نجم؟ نعم. فوت اربط حصانك مع حصنة الخيالي ورجال عندي لحتى سلمك سلاح خيال. ولك الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك وبعمر جناب المير. الله يحفظك. قبل أيديك بشوق ومحبة سعادة المير. يا حسن. نعم يا حشيشة قلوبنا وحامي روسنا من الضيم. نعم. سمعوا الخدم صوتك طالع بالقصر وعم تعيط. أنا؟ قول الصدق. نعم أنا. حكيت عن الغلا. وقلت انه كل شيء غالي ومقطوع. نعم انا حكيت عن الغالي وقلت كل شيء غالي ومقطوع. يعني صحيح قلت. سيدنا تصور انه من سنتين فتش عروسه ما كنت لاقي. ما لي حق اني اقول كل شيء غالي ومقطوع؟ تعرف تخلص حالك. الله يديم عزك. بقدر اعرف كمان ليش كنت عم تتمرجل على الخادم اديب وتقول انك انغشيت وانت جوا مثل ما كنت تنغش وانت برا؟ بتسمح مولانا تعطيني الامان؟ عليك الامان. امرت جنابك وخصصتني بربط التيتون. انا شكرت فضلك ولكن حرش عين الواويه تحت القصر ما عاد في صوفان ومقال عرام براس دار القمر ما عاد تقدر تمدني بالصوان الكافي حتى ولع نت في الدخين من هالربطة المباركة. صحيح مثل ما بيقولوا خذوا الحكمة من أفواه المجانين. يطول عمرك مولانا. يا أديب أديب. نعم مولانا المير. من أي دخان عطيت حسن الربطة؟ من ربطات العشر مصاري سيدنا. أعطيه ربطة من صنف الخمسين مصرية حسن بيستاهل. حاضر مولانا. الله يديمك مولانا. قلبك واسع عالشعب. يا حسن قديش صار عمرك؟ من عمر مشروع الكروسة. وليش ما تجوزت؟ العروس ما كانش تقبل تمشي على الطريق العكشي. ما كانش تقبل.
وبعد ناطري وانا ناطر والمشروع غيفي. يعني انت خاطب؟ يعني كنت خاطب وتركت مولانا. ان شاء الله ما تكون كلفتك كتير هالخطبة. 100 مصرية بس. بس؟ اي يعني العروس ما كانش معها غيره. يعني هي يلي صرفت عليك؟ ابدا مولانا ابدا. شوف صار في اتفاق بيني وبينه، اتفاق مشترك انه انا بدفع الميري وهي بتدفع مصاريف الجواز والبيت. بالنص بالنص يعني بك تقول. كلامك كله ألغاز ومعاني. حربوق بترجيك مولانا، انا اخوت اخوت. خبر مهم يا سعادة الأمير. رجع خيالنا علي حبق من عكا؟ لا بعد. شو هو الخبر؟ استلمنا شكوى من اهالي عين دارة بتقول انه الشقي درغام رجع يقطع الطريق ويشلح، ومبارح حجم على طاحونة رجال مسكين اسمه مهاوش، شلحوا مصرياته واكلوا زويته وهرب. درغام وحياتها الشمس الشارقة، إذا ما خليت الأرض تهرب من تحت إجري وكمشت هالجمعة ما بكون المير بشير. يا مولانا في إخبارية تانية بتقول إنه يمكن الليل يرجع الطاحونة. هذا ما برضى أبدا. كل مجرم بهالبلد بدنا نقضي عليه. ما برضى أبدا إلا ما يكون السلام والأمن والعدل مرفرف بسماء الجبل. بطرس. نعم. بعت أشد خيال ورا درغام هلق. شو رأي مولانا إذا بعتنا الخيال نمر براشد؟ النمر خيال ممتاز، وصي ما يرجع إلا ودرغام قدام. بتسمح مولانا تسمع رأيي؟ رأيك؟ شو رأيك يا حسن؟ ليش ما بتبعته نجم الخيال الجديد رح يلقط درغام؟ نجم الخيال الجديد؟ نعم. شوف نجم خيال من المنطقة و بكون سامع عن درغام والأهالي بيساعدوه كمان. يا مولانا نجم بعده جديد. ايه جربوه، شو رح تخسروا؟ جربوه مولانا. بقول انه عامل بطولات كتيرة وخيال من أول نمرة. جربوه. لكن يا مولانا ما في مانع، جربوا يا بطرس، بعتوا ووصي خلي يكمشوا بأسرع وقت حتى أعرف مقدرته. حاضر. ايه الله يوافقوا ويقدروا ويسمع كلامك مولانا المير. يكون فكرك اني انا تحت امر جناب المير. لك يا عمي شو بعد بدك مني؟ تركتك يا امي، شو صرت مجمع مصاري بلا امي؟ بلا قرش. قول الحقيقة. ما جمعت شي. شو بفتكرني بهالبساطة حتى صديق؟ شو بتآمن حتى احلف لك؟ رحت تشكيت المير؟ لا. ان شكيت او ما شكيت بهمني شو في معك. الله يخليك اتركني، من يومين اخذت مني كل شيء في معي مصاري. اتركني انا عندي عايده. ما تخاف رح اتركك، بس وعدتني بشي وما نفذته. شو هو؟ راوزه. ايه صحيح، كلفتك تبلغها اني اليوم بدي اشوفها هون الظهريات. ما قدرت روح لعندها. شو السبب؟ كنت مشغول ومراتي بتغار علي كتير. لا يا شرشوح، خاف من مراتك؟ انت رجال. لكن روح هلا، روح وانا ناطر. ها وحياتك يا معلم درغام. روح هلا، عم بلك واحد اشوفك. واذا حدا او خبرت حدا اني انا هون يا دلك ويا تعطيرك، فاهم؟ مهاوش. مهاوش. ايه شفت اللي هي اللي اسمه درغام؟ بدي فك رقبته وفك تعلمه كيف يحتدي على الناس. حضرته بيكون
حضرته درغام؟ نعم حضرت درغام. بقول لك جناب المير حتى تروح لعنده ناطر. وانت شو دخلك؟ انا ما هو صار خيال. صحيح؟ ايه صحيح. انت خيال؟ ايه انا خيال. بيلبق لك. اسم الله اسم الله. وليش عم تضحك علي؟ روح بدك تروح معي. روح خبر جناب المير انه درغام بده 20 خيال وخيال حتى يتمشوا. يعني ابدكش تروح؟ رجع هلا احسن ما رجعك احصانك بالمعلوبة. هوين؟ صبحك سعيد. صبحك سعيد. وين كنت مقرشات؟ هلا. وكيف العين من يمك؟ هاي بالوحدة خبر. ليش خابرة؟ شو فيه؟ شفت على العين؟ ايه؟ شباب وبنيات عم بيرقصوا ويغنوا وشو كمان؟ شو كمان؟ وعم بقلوا قدي. ايه بيلنا ان شاء الله. يا رب. شو اسمك من غرشار؟ عطشاني. عطشاني؟ ايه عطشانك عطشاني والمي فوقك وتحتك ولك عيب عليك. انت الاخوات؟ ايه اخليك الاخوات رجال عن صحيح؟ وكيف لكن؟ وبيحلق دقنه؟ وطيعة تقطعي؟ لكن شو بيفرق عن بني آدم؟ ولك مثل ما ثلاث ارباع بني آدم خوت. يا تعطيري من هيك مش عم لاقي عريس. لايكي؟ شو؟ عطشاني. شو؟ عطشتيني. كنت بسقيك بس هالجارة للبقرات من السقية، جارة الجاي للموظفين. وهلا أنت بتنقلي معي للبهايم للأوادم؟ إيه ما كل أوضة موظف إلها جارة، وكل بقرة إلها جارة. وما بيسويش اثنينهم يشربوا من فرد جرة؟ ينضروا. انتبهي يا مسكينة، ها اوعى تقومي تغلطي ويصير لهم شيء البقرات. ما تخاف. عطشاني. وانت عطشان. ولك اسمعني عبغازي كسكتي مكتمي. عطشاني. قلبي محروق. يا بنت الحرام طلعت اشطر مني. شو قالت؟ ولك خلي واحد يحكي له كلمة. ولك عمي سكتي بقى سكتي، خلي يحلي واحد يحكي له كلمة مثل الناس. رجع سعادة المير. رجع. وجاب درغام معه؟ قال ما لقيه. قال ما لقيه؟ اي نعم، هاي قال نجم الخيال. انا فهمته ما يرجع الا ودرغام قدامه. ما بريد ابدا ينقال انه خيال المير رجع فاضي. يطول عمر مولانا. ما بريد شقي يسرح ويمرح ويغتصب مال الناس والخيال عاجزين عنه. يمكن ما توفق فيه. ما برضى بهالشيء ابدا. يا مولانا ما كان لازم تسمع كلام الاخوات. نجم بعده خيال جديد. الخيال الجديد يا معلم بطرس لازم يكون اقوى من القديم، والا شو الفايده حتى نعين خيال جداد؟ ثم انت اقترحت علي اكثر من مره حتى عين. بالفعل انما ما كنت عارف ليش نصحني الأخوت حتى أبعت نجم. يمكن يكون متواطئ مع درغام. كيف؟ جايز يا سعادة المير، وإلا ليش يطلب الطلب؟ وبعدين شو هي مكانته حتى يقترح على الاقتراح؟ تعتقد؟ والله يا مولانا الدم ضعيف. دهلي حسن بسرعة. أمرك. وبعت الخيال نمر براشد الليلة ورا درغام. أمرك. وفهمه ما يرجع إلا ومسارك له قدامه. أمرك. معلم بطرس. نعم. حلفت وما بريد أرجع بكلامي. قبل ما تخلص الجمعة لازم نريح الناس من درغام. بتريد يا مولانا نبعت اثنين خيالي؟ أبدا ما بريد أبدا ينقال شقي واحد بده أكتر من خيال واحد من خيالة المير. حاضر. وين راح حسن؟ يمكن بأوضته. استدعي أنا ناطر. أنا ناطري. لشو تعال نخطب بعضنا قبل ما تغيب الشمس. يا دلي بعد علي اربع نقلات.
ولمين هالنعلي هاللي؟ هيدي المهندس انكليزي، اوضته اخر اوضه. شبو بيته حلوه؟ نعم التعتير بيشبهه. بيشبهني انا؟ ايه؟ تعرف شو اناي؟ شو؟ ليش مياله للغاشمني؟ نخجلي. عشو؟ عمي هيك بتلقش البنت مع شاب اعزب محترم مثلي؟ لشو لقاش؟ يقطع البنات ان شاء الله. يقطع الصبيان، انا رايح. لا وين رايحه؟ جيب نقله. وين ما بيطلع لي ولا نقله؟ بدك نقله؟ بدك بدي تتنقلي قبالي تتفرج كيف العمر بيتنقل من سنه لسنه. يا عم القصر عطشان قتلنيش حق الغداء. بكير يا شايخه بكير ما تعشقيه. يا عمي يقطع هالدنيا قد في ورم من حمل جره. لايكي هاي اخر فرصه لك. ها اخر فرصه تعال نجاوبك قبل ما تغيب الشمس يا بنت. هاي اخر فرصه لي. كنت جواز كصبي جواز بكلف مصاري. والله الحق معك الجواز صار كلي حسب. ايه طينك انت هون يا بنت؟ كان سيدنا كان عطشان قال لي سقيني. قلت له جرق فيه شمي. قال لي شوفيني شوفته يقطع هنك وقاتب وشو درمو تقيل وحكي مراسة سقد لا في معلمنا بطرس قد اخذنيش دخيلك بخار. قديشك منافق. قديشك منافق يا بني ايدي. كيف اذا كنت عجنس حوة؟ حسن وين كنت؟ فتشنا القصر عليك كله ما كنا نلقيك. خير ان شاء الله. سعادة المير زعلان منك كتير. زعلان مني؟ ايه نعم. انت متهم بالتواطؤ مع درغام. درغام؟ نعم درغام. اهلا وسهلا. لقيت امبارح غشيتني. انطرتك هون لوحدي لبعد نصلي ما رجعت. ما رحت لعند روزة ورفضت تجي معي. رفضت؟ نعم. الخينة حسابها عندي. بقيت كل الوقت اقنعها وترجيتها وما قبلت تجي. وانت ليش ما رجعت ما دام عرفني اني انا ناطرك هون لوحدي؟ خفت ارجع لعندك وخبرك. وتركت طحونتك مفتوحة؟ لا بس كنت مخبى فوق على السطح. على السطح؟ نعم. انت على السطح وتركني لوحدي هون؟ خفت انزل لعندك لوحدي وخبرك وبس حضرتك فليت نزلت وسكرت. محتال وحياتك. بدي صار في معك مصاري. مصاري؟ وحياتك ما معي مصاري. والله ما معي. كل اللي خدتهم مني الله يسامحك فيهم. انا لا تشكيت عليك ولا قمت دعوة عليك. الله يسامحك بكل اللي خدته بس اتركني يا زلمة. أنا فقير وعندي عائلة. درغام ما بينغش. مش الحق علي الحق على روزة. هلأ بيجي دورها هي. يا معلم درغام. وين المصريات؟ والله العظيم ما بقى معي. وين المصريات؟ هون المصريات. لا لا نمر براشيت. شلاح الغدارة من ايدك على الأرض ونقلع مشي قدامي عن سيدنا المير. لكن حط الغدارة على الأرض أو بتنقطع إيدك من الكتف. مشي قدامي أوام. عمهلك غصب عنك هلا بتمشي قدامي. حاضر أوام. حاضر ماشي. ظهر اركب على حصانك حتى سرقل لك إيديك ونمشي عبد الدين هلا. يعني ولا كلمة فهم؟ فيه أوام. فيه الله الله يا دني ما بيوقف بوجه الشقي الا الخيال. الخيال ما بيوقف بوجه القوه الا القوه. ايدك العادي وبايدك القوه سعاده المجد. يا حسن. نعم. شو الغايه حتى اقترحت علي ابعت نجم الخيال جديد حتى يلقي القبض على درغام وانت عارف قلة مقدرته؟ لحد علمي انه في بين خيالتك رجال قليلين المقدرة مولانا. تبين لي انه نجم قليل المقدرة. ينصر دولتك. كان قصدي اني بين لك قلة مقدرته وبين لك كمان نتيجة الواسطة. شو بتقصد؟
بقصد ما يكون في رجال ضعاف محسوبين على سعادتك، وسعادتك صاحب القوة اللي بتنصر الحق. عينته لأنه بطرس كرامة توسط، قال بيعرفه. ضعيف مولانا دايما بيكون قوي بالواسطة، والقوي بيكون دايما قوي بقوته. معك حق يا حسن. ليش ما راحت الواسطة مع نجمه كمش الدرغيم؟ كلام موزون. بعد كلامك وحكمتك مولانا الأمير. بعد إذنك سعادة المير، في خبر جديد؟ وصل خيال نمر براشد مثل الأسد، وقدامه درغيم سليل مثل العصفور المكسورة جوينحه. صحيح؟ نعم مولانا، شافوهم الخدام على المطل. مار النمر بربط التتن من أغلى صنف، وخصص له كيسين لشجاعته. وبلغ زلمتك يا معلم بطرس يترك القصر، وفهمه إنه الجبان ما له مطرح بخدمة الدولة. أمرك. قيدوا الشقي درغام بالسلاسل حتى عبكرا نحاكمه وينال جزاء. أمرك مولاي. يا حسن. نعم مولانا. عليك الأمان مولانا. كبست الجحش بانطار وهو ما بيقدر يحمل أكثر من 10 طرطار. معك حق يا حسن، معك حق. الانطار سيدنا بده انطار.